اهلا 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 بيكم آه. آه... آه... كل دول يا جاهزين يبقوا هاكرز <applause> كل دول عايزين هاكروا كروش. <applause> يا لهوي طبعا موضوع الهاكينج ده اكتر مشكله بتقابلنا احنا كطلبه في كليه حاسبات آه... ان اي حد مجرد ما بجرب بيسمع اسم كليه حاسبات اول حاجه بتيجي على باله

فدي حاجة أول حاجة حبيت أبدأ بيها البرزنتيشن بتاعتي إن إحنا مش هاكينج ولا أي حاجة من الناس فاكراها، طب إحنا عبارة عن إيه وبندرس إيه وبنتعلم إيه؟ كل الحاجات دي أنا هقول لكم عليها النهاردة. معاكم عمرو أدهم فرقة رابعة قسم سايبر سيكيورتي. في الأول أحب أبدأ كلامي إن إحنا كليتنا بدأت في 2019 يعني الكلية لغاية دلوقتي ما دخلهاش غير أربع دفعات فقط منهم دفعة خلاص اتخرجت وأنتم إن شاء الله اللي ربنا هيكرمه ويخش الكلية هيبقى دفعة رقم خمسة. الكلية عندنا بتقبل من علم رياضة ومن علم علوم وآخر تنسيق لكلية حاسبات من علم رياضة كان 83.6 ستة عشرة ومن علم علوم كان 89%. هو أرقام صادمة أنا عارف. آه وكمان الكليه عندنا طبعاً نظام الجي بي اي اللي زمايلي شرحوه امبارح وعشان تتخرج من الكليه لازم تبقى مسجل 140 ساعه وبتاخدهم على مدار سنين الكليه اللي هم اربع سنين. وكمان عندنا تخصص من المستوى الاول يعني انت ما بقاش عندك سنه اعدادي وعلى اساس تقديرك بتخش القسم لا انت من سنه اولى انت معروف انت في انهي قسم. وبالنسبه لطلبه علمي علوم فانتوا بس هتاخدوا ماده زياده اسمها ماث 0 دي اللي هي هتعوض لكم الرياضه بتاع ثانويه عامه اللي انتوا ما خدتوش، لان احنا عندنا في الكليه رياضه، فانتوا عشان علمي علوم ما خدتوش الحاجات دي في ثانويه عامه، فالكليه بتوفر لكم الحاجات دي في ماده ماث Math0 مرحله من المراحل اللي انت هتبدا تعدي عليها من دلوقتي هي مرحله اختيار الرغبات، دي المرحله اللي انت بتفتح فيها موقع التنسيق علشان تبدا تحط الكليات اللي انت عايزها. بمجرد ما تفتح موقع التنسيق هتلاقي مسميات كتيرة جدا لكلية حاسبات. هتلاقي حاسبات ومعلومات، حاسبات وعلوم بيانات، حاسبات وذكاء اصطناعي وهتلاقي كمان ذكاء اصطناعي، فمحدش يتخض من الأسامي دي كلها، إحنا كلنا تبع بعض، فحطهم كلهم في رغباتك. طب إحنا كجامعة إسكندرية إحنا أنهي واحد فيهم؟ إحنا حاسبات وعلوم بيانات. طيب اشمعنا احنا بقى اللي اسمنا حاسبات وعلوم بيانات لان احنا بكل بساطة اختصاصنا في حاجة اسمها الداتا ساينس او علم البيانات طب ده بيكون عبارة عن ايه؟ ده بيكون عبارة عن المزيج بين ثلاث حاجات أول حاجة اللي هي mathematics و statistics اللي هي الرياضة والإحصاء تاني حاجة كمبيوتر ساينس علوم الكمبيوتر تالت حاجة الدومين نولج ودي هنرجع لها كمان شوية أيوة إيه برضو علم البيانات ده علم البيانات بكل بساطة هو علم بتبدأ تتعلم فيه يعني إيه بيانات أصلاً وإيه أنواع البيانات وإيه أشكالها وإيه أحجامها وإيه كل الطرق اللي أنت ممكن تستخدمها في التعامل مع البيانات دي بحيث تبدأ البيانات دي تعمل عليها شوية تحاليل وعلى أساسها تبدأ تاخد شوية قرارات يعني مثال بسيط جداً وهتقابله شبهه كتير جداً جداً أول لما تخش الكلية أنا مثلا دلوقتي شغال في سوبر ماركت، فأنا عايز أعمل حاجة بحيث تبدأ تزود لي المبيعات في السوبر ماركت، فأنا مثلا هبص على مبيعات شهر ستة، هلاقي إن على مدار شهر ستة كله السوبر ماركت قدر إن هو يكسب مثلا مثلا 10,000 جنيه، فأنا عايز أعمل حاجة بحيث إن المكسب اللي يخش للسوبر ماركت على مدار شهر سبعة يبقوا 15 و20 و30,000، فاللي أنا هعمله مثلا إن أنا همسك مبيعات شهر ستة كلها أبدأ أذاكرها وأحللها كويس جدا جدا جدا. فهلاقي إيه مثلا مثال بسيط جدا هلاقي ان 80% من الافراد اللي بيخشوا السوبر ماركت ان هم لما بيشتروا جبنه مثلا مثلا بيشتروا معاهم لانشون فدي نسبه كبيره جدا فانا على اساس ده هاخد قرار مثلا ان انا هحط ستاند الجبنه جنب ستاند اللانشون او هحطهم مع بعض في نفس التلاجة او هعمل عليهم اوفر او طفر بحيث اضمن ان نسبه اكبر من 80% هي تبدا تعمل الكلام ده كله فهي فكره علم البيانات هو انا عندي بيانات ببدا ان انا احللها وعلى اساس التحاليل دي بيطلع لي نتائج وعلى اساس النتائج ببدا اخد شويه قرارات. الكليه عندنا ست اقسام قسم عام وخمس اقسام خاصه. القسم العام هو computing اند داتا ساينس اللي هو الحوسبه وعلوم البيانات، بعد كده الاقسام الخاصه بزنس اناليتكس، هيلث كير انفورماتكس اند داتا اناليتكس ميديا اناليتكس انتليجنت سيستمز وسايبر سيكيورتي والاربع اقسام دول انا ممكن احطهم مع بعض في نفس الكفه هي هي بالظبط لان هم كلهم ريليتد لبعض لنفس الفيلد اللي هو الفيلد بتاع الداتا ساينس طب ايه الفرق بينهم الفرق بينهم بيكون في الدايره اللي تحت الدومين نولج اللي قلنا نرجع لها كمان شويه طب دي بتكون عباره عن ايه دي بتكون عباره عن مصدر البيانات اللي جايه لك انت مثلا دلوقتي على سبيل المثال انت في القسم العام تبدا تتعلم تحليل البيانات ده ولكن بشكل عام، مش بتوظفه في اتجاه معين او مش بتوظفه في تخصص معين، على مدار الاربع سنين بتتعلم تحليل البيانات ده بس مش على نوع معين من البيانات، عكس الاقسام الخاصه، الاول واحد فيهم هو بيزنس اناليتكس، ده اللي انت بتبدا تتعلم فيه تحليل البيانات برده كل حاجه، بس كل البيانات اللي انت بتتعامل معاها بيانات ليها علاقه بالبيزنس والفينانشال والاكونتنج وكل ما الى ذلك، وبالتالي ساعتها الدومين نولوجي بتاعك بيكون مواد ليها علاقه بالبزنس زي انتدكشن تو بزنس Accounting از انفورميشن سيستمز فاينانشال بلاننج اند اناليسس طبعا في سيستم اناليسس وفي مواد تانية كتير برضو ليها علاقه بالبزنس نفس الكلام ده هو هو برضو في الهيلث كير انفورماتكس ان انت بتبدا تتعلم تحليل البيانات ده ولكن على البيانات الطبيه فساعتها الدومين نولوج هنا بيكون بالنسبه لك مواد ليها علاقه بالطب والصيدله زي مثلا انتدكشن تو ايبيديميولوجي anatomy and physiology وفي pharmacology and chemistry of drugs ولو انت طالب علم رياضه حابب ان انت تخش القسم ده انت ممكن تخش عادي جدا بس هتاخد بس ماده زياده اسمها بايو زيرو ودي اللي هتعوض لك البيولوجي بتاعي ثانوية عامة اللي فاتتك نفس الفكرة هي هي بالظبط بتاعه math زيرو. طب هل قسم زي ده مهم؟ او فكره تحليلي للبيانات الطبيه هل دي حاجه مهمه؟ الاجابه هي اه، لان هي انقذت حياه ناس كثيره جدا جدا من الموت، منهم واحد كان اسمه محمد فطري، ده كان عمل حادثه في سنغافوره سنه 2020 اتقلب بالموتسيكل واغمى عليه، والحادثه هي اللي لحقته، الساعه هي اللي لحقته، لحقته عن طريق خاصيه في الساعه اسمها فول فيتشر، دي بتشتغل باللي هو التحليلات الطبيه الهيلث كير اناليسز وكمان بتشتغل بالذكاء الاصطناعي اللي سنويل. هنتكلم عليه كمان شويه، فاللي ساعتها ان مجرد ما الساعه قدرت تستنتج عن طريق السنسور بتاعتها ان في حاجه خطر تكاد تكون حصلت لليوزر على طول بلغت النجدة وبعتت لهم اللوكيشن وقالت لهم ان احتمال اللوكيشن ده يبقى فيه شخص في خطر وحاسه زي دي اتكررت كتير جدا وتم انقاذهم بنفس الشكل القسم اللي بعده هو قسم دي اناليتكس نفس الفكره هي هي بالظبط ان انا ببدا اتعلم تحليل البيانات ولكن في مجال الاعلام والسوشيال ميديا نولج بيكون ديجيتال فيديو برودكشن ودي عن نفسي ماده انا كنت مسجلها والحمد لله كنت جبت فيها امتياز في ديجيتال ماس كوميونيكيشن وفي نيوز ايتنج اند بلوجنج فالدومينولوجي بشكل عام بيكون عباره عن مواد عن مصدر البيانات لان يعني مثلا ما ينفعش اتعامل مع بيانات طبيه وانا مش فاهم اي حاجه في الطب ما ينفعش اتعامل مع بيانات ليها علاقه بالبيزنس وانا مش فاهم اي حاجه في البيزنس القسم اللي بعده هو قسم انتليجنت سيستمز هو قسم الذكاء الاصطناعي اللي جزء كبير جدا جدا منه معتمد على حاجه اسمها الماشين ليرنينج وده كان في الصوره اللي قبلها هي نقطه الالتقاء بين الكمبيوتر ساينس وماثيماتكس وستاتستكس طب ده بيكون عباره عن ايه المشين ليرنينج او الترجمه عباره عن تعلم الاله يعني انت بكل بساطه بتبدا تعلم السوفت وير بتاعك ازاي هو ممكن يعمل تاسك انت كبني ادم بتعمله بكل سهوله بس انت بتبدا تعلمه للكمبيوتر علشان الموضوع يبقى اسرع واسهل بالنسبه لك يعني انا مثلا دلوقتي ممكن اجيب اي حد فيكم واقول مثلا اديله 500 لون 500 صوره ل 500 لون قول له مثلا انت على مدار ال 500 صوره دول عايزك تقول لي انت عندك كام صوره لونها احمر كام اخضر كام اسود كام ازرق وكل الحاجات دي طبعا الموضوع مع اختلاف الدرجات تاسك زي ده انت كمان ادم بتعمله بكل سهوله اي نعم هياخد منك وقت مثلا ممكن ربع ساعه نص ساعه حسب كل واحد لكن تاسك زي ده انت لما تيجي تبدا تعلمه للكمبيوتر ازاي هو ممكن يفرق بين الالوان والحاجات دي كلها ممكن ياخد منه مثلا في حدود من دقيقتين لثلاثه ده لو ما كانش اقل من كده لان اصلا فكره الذكاء الاصطناعي بشكل عام فكره اوتوميشن ان كل حاجه بتتم بشكل اوتوماتيك بحيث ان انت الوقت والمجهود انت كبن ادم ممكن تبذله في اي حاجه يبدا يقل. حاجه ثانيه برضه ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي حاجه اسمها الاي او تي اللي هي انترنت اوف ثينجز ودي فكرتها كلها ان كل حاجه بتبقى متوصله ببعض ومتوصله بالانترنت وكمان ممكن تتحكم فيها عن طريق التليفون ودي ماده انا برضه كنت مسجلها الترم اللي فات وده كان بروجكت سمارت هوم احنا كنا عاملينه ده كان باب ممكن افتحه بالتليفون عادي وده كان شكل البيت من جوه بيشتغل ازاي. بيجي طبعا لغه الاسلاك دي يعني. ده باب اول لما فتح في لمبه نورت ده سنسور اسمه جاز سنسور ده اول لما بيلقط كميه كبيره من الغاز بيبدا ان هو يدي الارم على اعتبار ان ده ممكن يبقى تسريب غاز بعد كده دي لمبه عاديه جدا برضو ممكن اتحكم في اضاءتها عن طريق التليفون وده كان شكل البروجكت في الاخر بعد ما خلص حاجه تانية برضو ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي هي حاجه اسمها ال NLP ودي اختصار Natural Language Processing دي فكرتها ان انت بتبدا تعلم الكمبيوتر هو ازاي ممكن يفهم كلامك اللي انت بتقوله بلغتك العاميه يا اما بتقوله عن طريق صوتك او بتقوله عن طريق تكست وده طلع عليه ابلكيشنز كتيره جدا زي سيري وجوجل اسيستنت والكسا وكورتانا وكل ما الى ذلك وطلع عليه ابلكيشن مشهور جدا برضو طالع تريند بقاله فترة هو ابليكيشن شات جي بي تي مين هنا يعرف شات جي بي تي؟ عظيم عظيم طيب شات جي بي تي ناس كتيرة جدا اتكلمت عنه منهم الدحيح وده كان رأي الدحيح في شات جي بي تي عزيزي الشات جي بي تي مختلف تماما عن الشات بوت لانه ذكي يقدر يجاوب على اي سؤال تساله له ويقدر نظريا يعمل اي حاجه بتطلبها منه اي حاجه اي حاجه يا محمد لا يا عزيزي مش اي حاجه اي حاجه بس انت مثلا ممكن تقوله له اكتب لي مقاله عن معاناه السلاحف البحريه في البرازيل وممكن تقول له اكتب لي تراك راب دويتو بين ويجز وام كلثوم سكو سكو انت عم تقدر تقول له تخيل نفسك موظف اتش ار واعمل لي اختبار وظيفه عشان اتعين عندك وتقدر تكلمه بمنتهى الحنيه عن بحثك عن الحب ومعنى الحياه وهيرد عليك عزيزي انه بعد بعد ما يجاوبك تقدر ترد عليه وتقول له جرب تاني مش هتبان الاجابه دي او غير في الاجابه بحيث انها تبقى اطول او اقصر او الحاجه اللي انت عايزها وهو هيفهم وهينفذ اللي انت عايزه طبعا يا عزيزي الكلام ده ما عندهاش خاصه ان شات جي بي تي وصل لمليون مستخدم بعد خمس ايام بس من اصداره فيسبوك وصل لمليون مستخدم في 10 شهور سبوتيفاي في خمس شهور انستجرام شهرين ونص اهو شات جي بي تي يا عزيزي خد خمس ايام بس وده عزيزي كان صار ان احنا محتاجين نقف في هذه اللحظه ونتامل زي البتاع ده بيشتغل وهل فعلا بيقدر يعمل كل الحاجات دي زينا وايه تبعات ده علينا كبشريه طيب هل شات جي بي تي البرنامج الوحيد اللي حاليا بقى شغال بالاي اي؟ الاجابه هي لا. حاليا بقى في برامج كتيره جدا شغاله بالاي اي زي مثلا انت ممكن تعمل فوتوشوب بالاي اي، انت بتعمل ايديت على الصوره ان انت بتستعمل سيلكت على حته معينه في الصوره وتقول له انا في الحته دي انا عايز مثلا عربيه عايز برواز عايز بحر عايز كرسي اي حاجه وعلى طول الذكاء الاصطناعي بينفذها لك. حاجه ثانيه برضه انت ممكن تكونوا سمعتوا عنها وهي فكره تحويل الصوت بالذكاء الاصطناعي، ان انت عندك كلام بيتقال بصوت معين فانت ممكن عن طريق الذكاء الاصطناعي تبدا ان انت تعلمه ازاي نفس الكلام ده هو هو يتقال بكلام مختلف او بصوت مختلف وده مثال على الجزئيه دي. بسم الله. <applause> العبث الاصطناعي. هستنى مهاب شادي يعلق عليا. <applause> القسم اللي بعده لا دي كده لستة بالبرامج اللي حاليا شغاله بالذكاء الاصطناعي وزي ما انتم شايفين هي حاليا بقت موجوده في اغلب المجالات. القسم اللي بعده هو قسم سايبر سيكيورتي، ده القسم اللي فعلا نقدر نقول عليه ان هو قسم الهاكينج، بس مش الهاكينج اللي الناس كتيره جدا متخيلاه. فكره الهاكينج اللي موجوده في سايبر سيكيورتي بتقال عليها ايثيكال هاكينج، يعني اختراق أخلاق يعني بالبلدي انا ببقى هاكر مؤدب ومتربي، ده يعني ايه؟ ده مثلا معناه ان انا مثلا الشركات او البنوك او المؤسسات بشكل عام بتكلمني بتقول لي انا عايزه اعمل تيست مثلا على السيستم عندي عايزه اعرف هل الحاجه عندي متامنه كويس ولا مش متامنه كويس فانا بدوري كواحد شغال في سايبر سيكيورتي ببدا ان انا اعمل هاك عليهم وفي حاله ان انا فعلا قدرت اعمل هاك عليهم انا مش بسرقهم ولا بصرف بياناتهم ولا اي حاجه من الحاجات دي انا بقدم لهم ريبورت بقول لهم والله انا قدرت اعمل عليكم هاك باستخدام واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة فهم يبدأوا يستخدموا الريبورت ده بحيث إن هم يبدأوا يصلحوا السيستم علشان نفس الهاج ده هو هو ما أي حد تاني ممكن يعمله. حاجة ثانية برضو ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي حاجة اسمها الكريبتوغرافي اللي هي التشفير إن أنت بقى عندك بيانات بتغير شكلها بحيث إن أي حد يشوفها أو يقراها ما يفهمهاش وده يعتبر أكتر تكنيك مستخدم في حماية الباسوردز وده كان انترفيو معمول على جزئية السايبر سيكيورتي وقد إيه الباسوردز حاليا بقت متأمنة. security today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a chihuahua, Papillon. And what's his name? Jameson. Jameson. And where did you go to school? Um, I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Uh, Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. <laughs> <Security allows. laughs> انا ممكن اشتغل ايه من كليه حاسبات لو انت واحد عجبك مجال داتا ساينس فانت ممكن من مجال داتا ساينس عندك مسميات كتيره جدا في الشغل ممكن تشتغل حاجه اسمها داتا ساينتست وده بوزيشن كبير جدا في مجال الداتا ساينس ممكن تشتغل حاجه اسمها بيزنس اناليست ممكن تشتغل حاجه اسمها ماشين ليرنينج انجينير ان انت بتعمل سوفت ويرز بيزد على الماشين ليرنينج ممكن تشتغل حاجه اسمها داتا بيز ادمنستريتور ولو انت حبيت تبعد خالص عن الداتا ساينس فانت ممكن تشتغل سوفت وير انجينير ونوع من انواع السوفت ويرز اللي انت ممكن تشتغل فيها وهي الويب ديفلوبمنت <«ttevelopment> انت اللي بتعمل المواقع من الصفر الى الياء نفس الكلام ده هو هو برده على موبايل ديفلوبمنت انت اللي بتبدا تعمل ابلكيشنز على التليفون باستخدام سواء هو كان التليفون ده كان اندرويد او اي او اس نيجي بقى للسؤال المهم ايه احسن قسم عندنا في الكليه الاجابه هي ان مفيش حاجه اسمها احسن قسم يعني احنا حتى لو افترضنا ان فعلا في قسم نقدر نقول عليه ان هو احسن قسم وقسم تاني مش هقول ان هو قسم وحش بس هو قسم عادي فان انت تخش القسم العادي ده وانت حاب ومقتنع بيه وتتميز فيه وتبقى شاطر فيه احسن لك بكتير جدا من ان انت تخش احسن قسم ده تبقى طالب زيك زي اي طالب فانت ما تشتتش نفسك بالمبدا ده لانه فعلا فعلا مش موجود. وبكده اكون وصلت لنهايه البرزنتيشن بتاعتي اتمنى تكونوا استفدتوا. نصيحة بس صغيرة ممكن تعتبروها نصيحة من أخ أكبر مهما كانت نتيجتك في الثانوية العامة أو نتيجتك في التنسيق قول الحمد لله حتى لما جاتلكش الكلية اللي أنت عايزها قول الحمد لله وما تزعلش حد يقول لي إزاي بعد التعب والمذاكرة والسهر والكلام ده كله ما تزعلش أقول لك أه ما تزعلش أنا واحد قعدت خمس سنين بحلم بكلية معينة يوم نتيجة التنسيق لقيت الكلية دي فارقة معايا على واحد من عشرة يعني ما يعادل النص درجة والموضوع فعلا بالنسبة لي كان صدمة ويوم ما دخلت كلية دخلت الكلية اللي وانس ما كنت بسمع اسمها بقول دي اخر كلية انا هفكر ادخلها، وأدينا اهو دخلتها وحاليا بقيت انا اللي بقدمها لكم، فاوعى في يوم من الأيام تقع في فخ ان انت رابط الحب بالخير، مش معنى ان انت في كلية معينة انت بتحبها، يبقى انت هيبقى ليك خير في الكلية دي، كل اللي عليك ان انت تعمله ان انت تبدأ تحط لنفسك أهداف وتسعى ان انت تحققها، وخدها قاعدة في حياتك، ان استمرارية السعي تعني حتميه الوصول بس مش الوصول اللي انت عايزه لا الوصول اللي ربنا لك اللي عليك انك تبقى عارف انه هيبقى احسن لك من اي حاجه تانية انت ممكن تبقى مخططها لنفسك أه انا كده